وضع الصلاه حطوا بالسيستم يا الله ثلاثه احنا يلا ثلاثه في لاي تسديد بينزل على الموتوسيكل وبيهجم علي ومسكني من كتفي وبيحط السكينة على خصري من ورا وبيقول لي بالحرف الواحد انا ماني جاي اذيك انا جاي لانه تعطيني مصاري او نروح على شي دكاني نشتري اكل لاني انا تارك اولادي بدون اكل عم يبكوا بالبيت وانا جوعان. فجأة الزلمة انفجر بالبكاء صار يبكي ويقول لي والله العظيم انا اول مرة بسوي هيك.